السلام عليكم، معكم طالب مالك شاملة وحكمل شرح مادة الويب 1. تمام، احنا وصلنا اخر مرة عند الكلاس. تمام، الكلاس هي شو هي؟ الكلاس انا بستفيد منها انه لما بدي اعدل على كل التاجات الموجودة من النوع اللي بحدده. تمام، طريقة كتابتها انه ابدأ في نقطة، تنكتب طبعا بالستايل نفس الامبيدد العادية اللي شرحناها، فبتنشرح أول إشي بحط نقطة، بعدين بحدد اسم الكلاس، بعدين بكتب التعديلات اللي بدي إياها بالأقواس. تمام، هايها B class edit 1، هاي هسا مش مهمة. تمام، class edit 1 مالك. تمام، edit 1 شو راح تاخذ هسا؟ تصير الخط لون أحمر وخفيف. تمام، وهاي تاج ال B نفس الإشي، وهاي تاج ال B لو انه زي امبارح كانت التنتين تلونوا، لكن لا هسه بتشوف كيف. فهيها اخذت ما سيفتش، هيها الخط خفيف واللون احمر، والتاج البي الثانية ما تغير فيها اشي لانه انا ما كتبت كلاس، ما اعطيتها التعديل اللي انا بدي اياه. تمام، وهنا بتعرف انه بلاين 1 بتكون لأكثر من نوعية، لأكثر من تاج معين تقدر تسويها، ما انت مشروط مثلا بس بتاج البي خلاص لازم تكتب الباقي كله بتاج البي، لا هاي تاج الاي ام وحياخذ الخصائص اللي انا محدد له اياها اللي هو خفيف لون احمر. تمام، وفي اضافة ثانية ممكن تستفيد منها ان انت ممكن تخلي اكثر من ايديت، اكثر من كلاس واكثر من ايديت في نفس التاج، بس بتكتب ايديت اسم الايديت اللي انت بدك اياه وبينهم سبيس، والتعديل الثاني حيكون الخط 50 بكسل وهي كبر الخط. تمام، الشغلة اللي بعدها اللي هي انه انا ممكن اخليه بس هذا التعديل لتاج معين، زي هون انا بدي هذا التعديل الايديت 1 الكلاس بس لا تاج البي، بحط التاج اللي انا بدي اسمه اللي هو بي نقطة تعديل واسم التاج، وهيو B class edit 1 مالك، EM class edit 1 شوفوا ما اشتغل الا على هذا اللي هو تاج ال B، هذا اصلا ما راح يشتغل عليه الا اذا كتبت عليه، يعني هسا ما مش معطيه خاصية، لكن هذا انا كاتب فيه class edit 1، لكن هو شو مانع عنه انه تاج EM مش تاج B. تمام، نيجي عند الشغلة اللي بعدها اللي هي اسمها edit. الedit انا بحدد اكثر، بحدد الخصائص اللي بدي اياها بتاج واحد بس، تاج واحد. تمام، ففكرة الكلاس عام من الاي دي، لكن هسه بشرح لكم اياها. تمام، الاي دي بتبدأ بالهاشتاج وedit اسم التعديل، بعدين تكتب التعديل اللي انت بدك اياه، وهيو اي دي edit 3 نفس الفكرة ما تغير شيء، عمل التعديل اللي بدي اياه، لكن زي ما قلت انه يمكن تحديد تأثير الخصائص بتاج واحد فقط باستخدام الاي دي. تمام، سنيجي عند اللي بعده اللي هو تمام. هسا انا مثلا في سيدو كلاسز انا شو بدي اسوي فيها؟ هي بتمكننا من وضع العناصر بحالات مختلفة. تمام، تنطبق هاي الخصائص لحالها بدون ما استدعيهم. تمام، مثلا بدي احط الماوس على الكلمة يصير لونها أصفر. تمام، طريقة كتابتها بس هيك، هيك طريقة كتابتها. تمام، نرجع اللي شلناه بدون طبعا الإيديت 1، الإيديت 1 بعدين بشرح لكم إياها، بس أنا مثلا بدي إياها بس لتاج الـ A، بس تاج الـ A راح ياخد الفكرة هاي انه بس احط الماوس على كلمة الاي ليرنينج راح تصير خلفيتها صفرة، مش هاي طبعا، هاي صارت الباك جراوند تحتها لونها اصفر. في فكرة ثانية اللي هو كمان انه انا بدي اطبق التعديلات بس على اشي معين وانا ادمجها بالكلاس، وانا هاي حطيت مثلا A
edit hover background yellow. فعشان ما هو كل تاج ال A يعني هاي مثلا تاج ال A، لو شيل ال edit هاي راح تصير لما احط عليها تطلع background اصفر، وهاي نفس الاشي. بس انا ما بدي، بدي بس مثلا رابط واحد اللي يطلع من وراه لونه اصفر. بحط الكلاس، هيو كلاس edit 1 edit 1 صارت هيها زي ما هون، انه بس احط على هاي تطلع وهاي ما تطلع. فهاي الفكرة منها، وبتقدر تسويها برضو نفس الاشي بالID. وهنا وصلنا للنهاية، ان شاء الله راح نشرح بعدين الاكسترنال كود، اكسترنال عفوا CSS. وشكرا.